قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولا ريب، قال ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. قال: وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. وبعض الكلام يعني هو من علم الكلام، والأدلة واضحة في الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو لربنا سبحانه وتعالى. قال: فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، يعني الآن الأشاعرة ماذا يقولون؟ ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسه. صحيح، لو قيل لشخص عرف لنا العدم سيقول: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا هو العدم. قال رحمه الله تعالى: قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. قال: فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه، إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه، لا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعا. إذن دل على صفة العلو الكتاب
والسنة والعقل والفطرة والإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة. وأدلة العلو تنوعت، أما بالنسبة لصفة الاستواء على العرش هذه لا مجال للعقل لأنها من أمور الغيب، فهي متوقفة دليلها النص فقط، دليلها النص. قال رحمه الله: أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يعني هنا يخافون ربهم من فوقهم، فقال من فوقهم فصرح بالفوقية. وأيضا اقترنت الفوقية بأداة من التي تعين الفوقية بالذات، فهو بذاته سبحانه وتعالى على العرش. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو القاهر فوق عباده، ولم يقل من. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو: تعرج الملائكة والروح إليه. طيب العروج من أن يكون من أسفل إلى أعلى، فهذا دليل على إثبات صفة العلو لله. الرابع وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، حديث اتفق عليه، حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال رحمه الله: الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الصعود، العروج، الصعود، الفوقية المعداة بأداة من المقرونة بها وبدونها. قال الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، أي المسيح عيسى، وقوله: إني متوفيك ورافعك إليه. ومتوفيك هناك أقوال كثيرة مرت معنا في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. قال السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. وأهل السنة يثبتون لله ثلاثة أو أنواع العلو الثلاثة: علو الذات والقدر والقهر، فهذه ثلاثة، نعم، وهي أنواع العلو. قال رحمه الله: السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. النزول من أن يكون من أعلى إلى أسفل، فهو يعني ينزل من ربنا سبحانه وتعالى، من عند ربنا جبريل، وهكذا القرآن نزل به جبريل، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. قال رحمه الله: وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. الثامن إذن ترتيبها: تصريح بالفوقية،
المقترنة بأداة من، والفوقية المجردة عن الأداة، التصريح بالعروج، التصريح بالصعود، التصريح برفع بعض المخلوقات، التصريح بالعلو المطلق، التصريح بتنزيل الكتاب. نعم، إذن تنوعت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي أنه أقر الجارية. قال الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده، قال وله من، وقال سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك. قال رحمه الله وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تبارك وتعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن يكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. طيب، وهو الذي في السماء أي على السماء. وفرعون قال ثم ولأصلبنكم في جذوع، في جذوع بمعنى على جذوع النخل، وحروف الجر تتناوب. قال العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، قال الله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، استوى على العرش، وفيه ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، الحديث عن سلمان، رواه أحمد وابن أبي شيبة والخطيب البغوي وأبو داود والترمذي. والعلامة الألباني رحمه الله يصححه، وهنا يقولون حسن الشواهد. قال الثاني عشر طيب، والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله. نعم، والإنسان يجد في نفسه بفطرته، فطرته تقول له الله في العلو. ولهذا ترى أحيانا يعني يرفع أصبعه إلى السماء، كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في حجة الوداع اللهم فاشهد. والحيوانات والمخلوقات مجبولة بفطرتها على أن ربها في العلو. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. نعم، حديث النزول
رواه أكثر من 18 صحابيا منهم العشرة، وهو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ينزل، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. قال الثالث عشر الإشارة إليه حسا، حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتنع عليه من جميع البشر. قال لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، يعني سيأتي معنا الحديث، قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. نعم، الحديث حديث جابر في صحيح مسلم، والحديث طويل. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم عرفة. قال ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. قال الرابع عشر التصريح بلفظ الأين، أين أين الله، لما سأل الجاري، كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع، حديث معاوية، يعني قال كانت لجارية ترعى غنما الحديث، فسألها النبي قال لها أين الله، رواه مسلم. قال الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، كما في حديث الجارية قال اعتقها فإنها مؤمنة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبتها فهو موسوي محمدي، موسوي إلى موسى عليه السلام، لأنه نعم يعرف ذلك، ويعني استفاض. وهذه مسألة شريفة اعتنى بها أهل العلم لكثرة أدلتها. قال السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار، هذا يدل على أن الله في العلو، نعم، ينزل من رب العالمين إلى موسى ثم يرجع من موسى إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم،
بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، الحديث ضعيف مر معنا مرارا، فهذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في سنده أبو عاصم العباداني وشيخه الفضل ابن عيسى ابن أبان الرقاشي، والحديث ليس في المسند، تقدم أنه ضعيف عند ابن أبي حاتم. قال ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين، وصدق أهل السنة بالأمرين معا. نعم، يقولون هذا طرد وعكس، ضرد يمشي على طريقة واحدة، العكس المعاكس. قال رحمه الله تعالى وصدق أهل السنة بالأمرين معا، أي بإثبات الرؤية وتصديقها وبإثبات الفوقية والعلو. قال وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. ومن جمع 1000 دليل في هذه المسألة في أي كتاب؟ نعم، ابن القيم رحمه الله له اجتماع الجيوش الإسلامية، وهكذا العلو للعلي الغفار، فالأدلة كثيرة متنوعة ومتكاثرة. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.